والله كل مكان في احد. اوكي نطلع من هنا نجي هنا. هلا لا لا ممكن. يلا يلا الله يسر. تلس في ذا مع جثته. اوكي ضبط. او هذا خاف اطلع على الحين يوحقني. خليه يدور دور دور. يلا يا سلام ما اسمع الصوت ولا شيء. اوكي ارمي تحت. ايش سويت انا؟ ما ابغى هذا ابغى اللي فوق. اوكي والله ضبطت الحركه. الحين باقي اذبحهم واحد واحد. داور داور داور. لا خليك فوق. ما اتوقع انه يدري عني. يا سلام. نقطة هنا وهذا. طيب السنايبر مشكلة. اتوقع اني يمديني اتخلص منه لو اطلع فوق. يمديني اتخلص منه. كمان اتخلص منه مين يا شيخ؟ ما بس واضح هالحركة. اوكي سويها مرة ثانية. لا المفروض من البداية اني اتخلص منه. هذا باي باي. واحد نفر ودي بيت. واحد نفر ودي بيت. اطلع. داور داور يا غبي. داور في احد يناديك. ايوه اما نينجا. تعال تعال يا مخفف تعال. وهذا باي باي. اوكي ضبطت الحركه. الحين قال ايش؟ قال تخفي تخفي لماني قايل. اوكي خلاص ما بقى احد الظاهر. بعدين هذا. لحظة لحظة لو جبتك كذا شو يصير؟ لا 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 شوف لما اجيبه عند عينهم شوف تفكر. لازم. طيب الحين دور هذا. كأنه في احد صادني. اوه تبي تبي خير سلامات. من متى موجود؟ يا غبي من متى موجود؟ المفروض انا لحالي. ها ما ذبحت ذا. مرة ثانية مرة ثانية. دور يا مخفة. يا غبي ليش طلع صوت المخفة؟ لا لا. اوكي ما يدروا عني ما يدروا ما يدروا ما يدروا ما يدروا. ماكو شيء.
اطلع. اوكي هذا لازم بسرعه ما... ايوه ما طلع ولا صوت. وبعدين نرميه في الزباله. اوكي نحتاج نذبح سنايبر. وهذا بسرعه بسرعه. في واحد تحته وانا ما ادري عنه. خليه يدخل خليه يدخل على طول. افا لا والله مو على طول، طلع صوت غبي. في هنا واحد يا نعجة. ايوه هذا الغبي اللي نكبني بساعه. نطلع فوق. لا مو فوق، المفروض تحت. خلاص ما في احد، الحين نسوي ازعاج زي ما نبي. اوكي لا عكس تحت. ايش صار هنا؟ لا الظاهر انه مو كذا، مو كذا، مو كذا الظاهر. اتوقع على شكل اكس. اطلع. اوه كذا. لا جهه ثانيه. ايوه اوه ليش ما يتحرك؟ This is part of the test too. The doors will open on their own after a few moments. Just hold on. We know you're in here. الله يستر. يقولون ندري عنك. اوه لا لا لا. افتح الباب. It's open. Get out of there. لحظة، وين الباب اللي أبغاه؟ مو بهنا. لو جيت سالفة. كان في حصان. النحشة يا ولد النحشة. النحشة يا ولد النحشة النحشة. اوه يا ولد يا ولد. لا تقول لي في احد، لا تقول لي في احد هنا. خلاص خلاص ما يدرى عني ما يدرى عني. صح طريقي صح. اوكي يا رب ما في احد، يا رب ما في احد. Oof. Now nothing stands between us and Azai. يلا وين وين المخفة ذا من ذبحة؟ I'm a ninja. Okay. وصلنا خلاص وصلنا. هذا هو. أنت يا الحقير يا المجرم. Welcome home. Home في شنبك. قوي انا قوي. ايوه شكل مسفل فيني في السكور. افا قل لي سكور زي وجهك. انا اسف. Put down your sword. I am not your enemy. You risked our lives and our clan all to hide your failure. Who are you listening to? Have the hallucinations grown so strong? The voice you hear is temptation. It is trying to trick you, to turn you against us, to lead you into madness. You must not let it. زبدة نصاب. نصاب. I've never lied to you. You swore to save the clan. Sacrifice yourself.
reclaim your honor, and you will give us a chance to survive. The clan gave up its honor, its guts, and its pride. It's not worth saving. I will leave you to make your decision. Take our ancestral blade from its shrine, and come when you are ready. تعال لا أدوس في بطنك يا أهبل. تعال أهبل. أوه شو الكآبة ذي. حتى ما تقدر تنقز ولا شيء بس تمشي. The clan bows its head in shame, as it should. After we kill Azai, we must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. كنا فيلم من أيام الثمانينات كذا. يمشي واللمبات فجأة. But Azai the Fallen will be his legacy. هذا أزاي فجأة وجه. This is the shrine of our ancestors. I wish we could hear their advice. When you finally face Azai, don't let me down. He needs to pay for what he has done. عطنا السيف. Let me tell you the story of the ink. وش ذا؟ ما اقدر اسوي ولا شيء بس امشي. بيقول لك قصة الحبر الحين. بمشي بعيط وانا بعيط. I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Look around. The flowers have been dead a year, maybe more. You picked the wrong guys to rob, Sensei. رهيب الموسيقى. Is he gone? Anyone live enough to find out. You and I, we've always been together. الظاهر تختار واحد منهم. لا 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 افا كنت ابغى اذبح ذاك الغبي. هل على بالي اذا اخترتها بنفذ اللي هي تبغاه. قالت على النهايه الغبيه. سويت انا نكبت روحي. ابغى اكفخ الاهبل الشايب ذا اللي نكبنا. يهو نهايه ما ادري ايش تبي اذا كذا نهايته. Do you want to skip? No. بيقول لي الحين الفيلم. هذا اخر شيء خلاص. والله قهر كان ودي اني العب ضد الشايب الاهبل ذاك وكان بيصير شيء احلى احس. فانا اسف جدا اني ما اخترت اني العب ضده. أنا على بالي إذا اخترت البنت راح أذبح الشايب إني بكون في صف البنت. يعطيكم العافية شباب اللي كنتوا موجودين اللي تابعوا الحلقة طول الوقت اللي كانوا موجودين في الستريم. أنا عارف الجزء الأخير ما كان موجود في الستريم لكن لعبته بالحالي. فشكرا اللي تابعوا القصة اللي اهتموا باللعبة. اللي حاب يشتري اللعبة أنا أنصح فيها لكن يعني ما هي بهي اللعبة الأولى اللي تختارها عشان تشتريها. في ألعاب واجد في نفس الوقت موجودة وأفضل منها بكثير لكن اللعبة حلوة هي واللعبة ممتعة. فيعطيكم العافية شباب. كان معكم إبراهيم خليل ونشوفكم على خير إن شاء الله. السيف في عليك أنا ذهبي على جبن. أنا اخترت البنت أول مرة.
اوه ذبحته كذا بسرعة. ايش دعوة؟ وين ابغى اتكافى اخوياه؟ بس كذا؟ لا وين الحماس وين الوناسة؟ نبي نذبح احد اما نينجا. طيب شباب يعطيكم العافية و هذه ثاني مرة اقول لكم يعطيكم العافية ما قصرتوا. فهذه الخاتمة الثانية، جربت الخاتمتين تذبح البنت ولا تذبح اللي هو الماستر حقك. فيعطيكم العافية شباب، كان معكم ابراهيم خليل ومع السلامة عليكم.